أشارككم بهالمقطع الشابتر الثامن من مادة الـ Organization and Management اللي يتكلم عن Decision Making by Individuals and Groups. هنا في بداية الشابتر ذكر لي اللي هو تعريف لنوعين من أنواع Decisions أو نوعين من أنواع القرارات. النوع الأول اللي هو الـ Programmed Decision واللي هو عبارة عن نوع من أنواع القرارات اللي يتم اتخاذها بشكل روتيني، خلنا نقول عنها أنه بشكل مستمر في المنظمة. يعني مثلا ممكن يضطر يتخذ قرارات مثلا بشأن تسعيرة المنتجات اللي هو يسويها بشكل يومي، وتقريبا تكون عبارة عن أشياء عادية. أما بالنسبة للنوع الثاني واللي هو Non-Programmed Decision، فهو يعتبر نوع من أنواع القرارات الجديدة اللي بيضطر يأخذها الشخص المسؤول. يعني مثلا ممكن فجأة يضطر أنه يقرر يفصل عدد معين من الموظفين، فهالشي يعتبر أنه programmed أو اللي هو شيء غير مخطط له. هنا ذكرنا بعد البروسيسز اللي نحتاج ان احنا نمر فيها اثناء اتخاذ القرارات. البروسيس الاول اللي هي البروبلم، واللي احاول احدد المشكله بشكل عام واحاول اني اتعرف عليها. الخطوه الثانيه اللي هي ايدنتيفاي ذا اوبجكتيف، او اللي هو احاول احدد الفاكتورز والعناصر اللي متعلقه بهذه المشكله. ثاني شيء احاول اني اجمع معلومات اكثر واحاول احدد من وين جاء مصدر المشكلة أو اللي هو السيتويشن بشكل عام. آخر اللي بعدها اللي هو list and evaluate alternatives، واللي هي أحاول أني أطلع بدائل للمشكلة اللي صارت بحيث أني أقدر أغطيها. والبروسيس الخامسة اللي هو select the best course of action، اللي هو أحدد إيش الأكشن أو إيش الإجراء اللي أنا بتخذه. والخطوة اللي بعدها اللي هو أسوي implementation أو اللي هو أنفذ الإجراء اللي أنا قررت أني أخذه. بعدها أسوي gather للفيدباك، أو اللي هو أحاول أني أعرف نتيجة الشيء اللي أنا سويته. وآخر شيء اللي هو follow up. هنا بعد عندنا مصطلح أو تعريف اسمه effective decision، أو اللي هو خلنا نقول عنها القرار الفعال. القرار الفعال اللي هو عبارة عن meets a desired objective and is acceptable to those individuals affected by it. يعني عبارة عن قرار، خلنا نقول عن القرار اللي يتصير عنه نواتج ناجحة ويلبي الobjectives أو الأهداف حقة الorganization، بالإضافة إلى أنه يكون عبارة عن acceptable أو أنه يتم تقبله من خلال الأشخاص اللي راح يأثر عليهم. طبعا القرارات الفعالة عندنا منها ثلاثة مودلز أو اللي هي 3 مودلز. المودل الأول اللي هو rational model، واللي هو المودل اللي يعتمد بشكل عام على consequences، على العواقب أو اللي خلينا نقول عنها النتائج outcomes حقة alternative معينة أو حقة بديل معينة. يعني مثلا ممكن يصير في ظرف في منظمة معينة فيضطرون أنهم يستخدمون الخطة البديلة، فهم يعتمدون على الخطة البديلة ويعتمدون على النتائج حقة الخطة البديلة كحل المشكلة أو للظرف اللي هم موجودين فيه. فهنا قال the outcome will be completely rational، واللي هو الاوتكم أو النتيجة اللي بيطلعون فيها في الأخير لما يستخدمون الخطة البديلة راح يكون محسوب حسابه وأوريدي هم عارفين إيش راح تكون. برضو هنا النقطة الثانية قال أن the decision maker uses consistent system or of preferences to choose the best alternative، واللي هو أنه يمشي على system معينة علشان يقدر يختار اللي هو أفضل خطة بديلة ممكن يمشي عليها. برضو هنا قال أن الشخص اللي بيتخذ هالنوع من القرارات يكون aware of all alternatives، يعني هو ما بيمشي بس على بديل واحد، هو لما يجي يختار إيش هي الخطة البديلة فضروري يعرف إيجابيات وسلبيات كل خطة منهم من الخطط اللي عنده إياها. برضو هنا قال أن decision maker can calculate the probability of success for each alternative، واللي هو أنه ضروري الشخص اللي بيتخذ القرار يعرف نسبة نجاح وفشل كل خطة من الخطط البديلة اللي موجودة عنده. نجي للمودل الثاني واللي هو اسمه Bounded Rationality Model، واللي هو عبارة عن أنه يكون فيه خطة معينة بديلة، لكن الخطة هذه يكون فيه limits للراشوناليتي مالتها أو مدى منطقيتها. يعني باختصار الشخص اللي بيتخذ هالنوع من القرارات يشوف أول خطة بديلة تجي في راسه
يشوف انه قادر انه يطبقها، قد تكون مريحة وخلاص ما يحتاج انه يصير دراسة ويفكر في باقي الاحتماليات، فيروح يطبق اول خطة تجي في باله. هنا قال ان manager suggest the first satisfactory alternative، واللي هو مثل ما قلنا يختار اول بديل يجي في باله. برضو هنا قال managers recognize that their conception of the word is simple، واللي هو انه خلنا نقول عنه انه ماخذ الامور والبيئه من حواليه بشكل بسيط وما يبي يعقدها. برضو هنا قال ان managers are comfortable making decisions، واللي هو انه يكونون مرتاحين او مريحين راسهم منهم يشوفون باقي القرارات وباقي الاحتمالات، لانهم اوريدي ما قاعدين يطلعون على كل الالتيرناتيفز اللي موجوده. برضو هنا قال انهم رغم انهم يتخذون اول قرار يجي في بالهم، اول الالتيرناتيف يجي في بالهم، الا انهم يمشون ضمن الروز اللي محطوطه عليهم. هنا نجي للموديل الثالث واللي هو الجاربج كان موديل، واللي هو عبارة عن الموديل اللي يكون اتخاذ القرارات في الأورجانيزيشن بشكل جدا عشوائي وبشكل غير منظم. فهنا قال أن decision and organizations are random، اللي هي عشوائية، and unsystematic، مو ماشي على سيستم معين أو نظام معين. هنا بعد تكلم لنا عن الست خطوات اللي ممكن يتبعها أي شخص عشان يسوي effective decision. الستيب الأولى اللي هو analyze the situation، أو اللي هو يحاول إنه يحلل إيش هي الحالة الحالية اللي هو موجود فيها وإيش هي المشكلة. النقطة اللي بعدها اللي هو set objectives، أو اللي هو يحاول يحط أهداف معينة علشان يتخلص من المشكلة اللي عنده أو نقاط الضعف اللي موجودة عنده. بعدها اللي هو search for alternatives، واللي هو يحاول فعليا بعد ما يحط الأهداف أو يحدد الأهداف إنه يحاول إنه يبحث عن خطط بديلة علشان إنه توصله للحل بأسرع طريقة ممكنة. أما بالنسبة للستيب الرابعة واللي هي evaluate the alternatives، إنه يحاول يقيم الخطط البديلة اللي هو طلع فيها في الخطوة السابقة. برضه هنا make the decision، واللي هو يتخذ قرار بشأن أي خطة منهم راح يطبق، بعدين يسوي evaluation حق الخطة اللي هو طبقها. نجي للجزء الثاني من الشابتر اللي هو يتكلم عن الجاثرينج ايدياز. طبعا اثناء ما ان احنا نطيح في مشكلة معينة في الاورجانيزيشن، فضروري ان احنا نجتمع بمجموعة من الاشخاص الخبراء ونحاول ان احنا نجمع منهم اكبر قدر من المعلومات علشان نقدر نحط الخطط البديلة او الالترناتيفز. فواحدة من الجاثرينج ايدياز ways، أو اللي هو الطرق اللي ممكن نستخدمها علشان نسوي تجميع للمعلومات عشان نسوي خطط بديلة، اللي هي البرينستورمينج أو اللي هي العصف الذهني، عبارة عن عملية مثلا اجتمع بمجموعة موظفين وأخلي كل واحد يقول منهم الفكرة اللي عنده إلى أن تنتهي الأفكار اللي عندهم. مثلا يكونون مثلا في مجموعة قاعدين على شكل دائرة، وأخلي يمشي بالدور، وكل واحد منهم يجي عند الدور لازم يقول فكرة إلى أن تنتهي جميع الأفكار. يعني ممكن الشخص يجي يقول 3 أفكار على مدى 3 مرات، يعني يحاولون يستخرجون من بعض أكبر قدر ممكن من الأفكار اللي موجودة عندهم. فهنا قال إن البرينستورمينج أو العصف الذهني تكون إني أنا أطرح توبك معينة، وغالبا بتكون عبارة عن مشكلة، واللي هو take turn sharing ideas، واللي هو مثل ما قلنا إن في دور، إن بحيث كل واحد منهم من يجي دوره لازم يعطي فكرة معينة. record each idea، إنه الشخص اللي ماسك الجلسة هذه ضروري إنه يسجل الأفكار اللي قاعدين يطلعون فيها. برضو هنا نقطة جدا مهمة واللي هي no comments، إنه أنا المفروض لما كل شخص يقول الفكرة اللي عنده فالمفروض إني أنا ما أعلق، هي بس جلسة لطرح الأفكار. هنا بعد قال keep the tempo moving، واللي هو أخلي خلاص الدور يمشي إلى أن يصير في exhaustion، أو اللي هو إن تخلص الأفكار مالتهم. برضو هنا قال when idea be return members may pass. هنا بعد في السلايد اللي بعدها عندنا اللي هو بعض الادفايسز او بعض النصايح علشان يصير عندنا successful brainstorming. هنا اول نقطة اللي هو list all ideas، او اللي هو احاول اسوي record او اسجل كل الافكار اللي قاعدة تطلع عندي في الجلسة. وبعد هنا قال do not evaluate، او اللي هو ما يصير اني
أطرح كومنت على الأفكار اللي قاعدة تنقال في هذه الجلسة، وبرضو قال encourage creativity أو اللي هو أشجع الأفكار الإبداعية أو الأفكار الجديدة اللي قاعدة تنطرح over offer idea related to those already listed. يعني لما مثلا أكون مسجلة عدد أفكار معينة، فأنا أحاول برضو أني أضيف على هذول الأفكار أو أحسن من هذول الأفكار علشان نطلع بأحسن نتيجة ممكنة. برضو هناك قال ask each participant to offer a specific number of new ideas. يعني مثلا قبل الاجتماع أقول لهم أنه كل موظف المفروض يجيب 5 إلى 10 أفكار. هنا بعد قال set a time for brainstorming. هنا مثلا عندنا مثال على البرين ستورمينج، واللي هو مثلا عنوان الجلسة أو مشكلة الجلسة اللي يبون يحلونها، اللي هو إن ليش النمبر أوف ديفكتس أو اللي هي العيوب المصنعية زادت 10 أضعاف السنة اللي فاتت. فهنا جمع كل الموظفين سوا معاهم برين ستورمينج عشان يقدر يحدد المشكلة من وين بالضبط، وطلب إن من كل موظف يقول سبب من وجهة نظر يشوفه هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة. فمثلا بعض الموظفين قالوا المشكلة في الإكيوبمنت أو الأدوات اللي موجودة عندهم، بعض الموظفين قالوا أنه ما في ترينينج جيد لاستخدام هذه الآلات، البعض منهم قال اللي هو lack of quality procedure، وطبعا في مشاكل أخرى يعني هم طرحوها. في الأخير استنتجوا أن الحل أنهم يحتاجون re-examine workers training أو اللي هو يعطون الworkers أو الموظفين training وتدريب معين على أن كيف يستخدمون هذه الآلات وكيف يتعاملون معها علشان يقللون من العيوب المصنعية اللي موجودة عندهم. هنا نجي لثاني تكنيك من بعد البرينستورمينج، واللي هو النومينال جروب تكنيك، واللي هو عبارة عن أنه يسوون اجتماع أو ميتينج فيس تو فيس وكلهم يقعدون مع بعض على شكل دائرة، وفي بداية الاجتماع هذا يطلبون من الموجودين داخل الاجتماع أنهم يظلون ساكتين وما يسوون أي رياكشن مع بعض أو أي تواصل مع بعض. يعني يسوون اللي هو silent idea generation أو اللي هم يجلسون مع بعض يفكرون بالمشكلة بشكل عام كل واحد مع نفسه، بعدين بعد ما يخلص وقت التفكير حقهم يسوون sharing للideas مالتهم. هنا بعد قال ان النوع من هذه التكنيكات فيه feedback to the group أو اللي هو ان كل واحد يعلق على أفكار الثاني، عكس اللي هو طريقة الأولى اللي قلناها قبل شوي. هنا بعد قال explanatory group discussion أو اللي هو تعتبر اللي هو discussion أو اللي هو شرح جماعي كلنا نسويه مع بعض. برضو هنا قال الindividual reassessment أو اللي هو يعتمد على أن كل واحد يحلل ويقيم المشكلة من وجهة نظره بعدين يشارك هذه الأفكار، وبرضو أنها ممكن تحتوي على mathematical aggregation of revised judgment، واللي هو أنه ممكن يستخدمون أرقام معينة أو نتائج معينة أو أرباح مثلا شركة معينة علشان يقدرون يسوون judgment للخطط والأفكار اللي هم طلعوا فيها. هنا نجي للتكنيك الثالث واللي هو الأفينيتي دايجرام، واللي هو عبارة عن أني أنا أحاول أني أحصل على أكبر عدد ممكن من الأفكار من جروبات معينة. يعني باختصار أحاول أني أقسم الموظفين اللي عندي على شكل جروبات، وكل جروب يكون له رأي معين، وكل جروب منهم يحاول أنه يثبت أن هالرأي هذا هو الصح وهو المشكلة الأساسية وهي اللي إحنا نحتاج أن إحنا نحلها. فهنا قال ان البيربس to sort list of ideas into group، كل جروب راح يحاول انه يطلع باكبر قدر ممكن من الايدياز والافكار. هنا بعد قال ان في guidelines او بعض الارشادات المتعلقة بهذه التكنيك، واللي هو ensure ideas are described with phrases or sentences، واللي هو اني انا اتأكد ان المشاكل اللي احنا قاعدين نتكلم عنها تكون واضحة وفي sentences أو جمل خلنا نقول عنها كاملة ومعناها واضح للجميع. برضو هنا قال اللي هو minimize the discussion while sorting، واللي هو أني أنا أحاول من هذه الطريقة راح أقلل من discussion أو بعض النقاشات بين الأفكار المتعارضة، لأن أنا باختصار اللي بسوي بشوف كل جروب راح يكون فيه فكرة واحدة معينة بس
تمام، واللي يتبنون هذول الفكرة هم اوريدي مقتنعين فيها، فما راح يكون في تعارضات او اراء متضاربة كثيرة، على عكس باقية الطرق اللي هي فيها discussion لكل الأفكار مع بعض. يعني بعد قال إن الـ aim ممكن أحيانا أحتاج أن أقسمهم 10 إلى 5 جروبات. هنا بعد قال إن لما يكون في جروب أكثر من غيره لازم أحاول أني أوزعهم بين الجروبات كلهم، يعني يكونون الجروبات كلهم عدد الممبرز فيهم متساويين. هنا بعد شرح لنا اللي هو how to conduct an affinity sort، واللي هو قال في البداية clarify the list of ideas، record them in small cards، واللي هو مثلا أجيب موضوع معين وأحط هل هم ضد الفكرة أو مع الفكرة هذه، وأقسمهم مثلا خلينا نقول على جروبين مبدئيا. والتقسيم هذا بيكون من خلال cards ممكن أنا أستخدمهم، أحطهم مثلا أجيب طاولتين منفصلتين، أحط طاولة على الجروب اللي مع الفكرة، أحط عليها كارد يعني أو اللي هي الكارت بخصوص إنهم مع هذه الفكرة، أحط على الطاولة الثانية اللي هو كارت ثاني إنهم ضد هذه الفكرة. هنا بعد قال إني أحاول أطلع ideas من الجروبين اللي موجودين عندي. برضو هنا النقطة اللي بعدها create header cards، أو اللي هو خلنا نقول عنها تكون عبارة عن كارت أو بطاقات أكثر فيها 3 إلى 5 كلمات، والكلمات هذه تكون موجودة بين كل جروب، تكون يعني مشتركة من بينهم، وكل جروب يحاول إنه يوضح ليش هم مع وليش هم ضد الفكرة. هنا بعد في الأخير أحاول أسوي discussion أو اللي هو أتناقش معاهم علشان أفهم ليش هم اختاروا أو حددوا الموقف سواء كان مع أو ضد الفكرة اللي أنا طرحتها. هنا عندنا التكنيك اللي بعده واللي هي الدلفاي تكنيك. الدلفاي تكنيك اللي هو عبارة عن اني انا ابدي رأيي لكن بصورة انونيموس، او اللي هو اني كصورة شخص مجهول. هنا في البداية قال ان هي عبارة عن problem stated، يعني الهدف من هذه التكنيك اني احدد مشكلة معينة، يعني مثلا اشوف مجموعة من الموظفين اعطيهم رابط، والرابط هذا يكتبون فيه ايش المشاكل اللي هم قاعدين يواجهونها، والاجابات اللي راح تجيني انا ما راح اقدر اعرف مين اللي كتبها او مين هو الشخص او الموظف بالضبط اللي ارسل لي اياها. هنا قال هي عبارة عن كويشنير أو اللي هي مجموعة من الأسئلة. هنا بعد قال اللي هو راح يكون عندي compile results، أو اللي هو راح تجمع عندي مجموعة من النتائج أو مجموعة من الردود. هنا بعد قال distribute copies of results، واللي هو راح تكون عندي نسخة من الريزولتس أو النتائج اللي وصلتني أو الردود والمشاكل اللي وصلتني. برضو هنا قال new round begins، بعدها قال does not require physical presence، يعني مثل ما قلت قبل شوي ما نحتاج ان احنا نسوي استماع ونستمع كلنا في غرفة واحدة، لا مجرد رابط ممكن ارسله وخلاص يحل لي المشكلة. برضو هنا قال ان المشكلة هذه تعتبر time consuming، لاني انا بضطر اني انتظرهم على ما يردون وما الى ذلك. هنا بعد عندنا التكنيك اللي بعده اللي هو الالكترونيك ميتينج. هنا قال هو عبارة عن Horse Shoe Shaped Table، واللي هي عبارة عن أنها تكون عبارة عن اجتماع افتراضي، يعني مثلا مجموعة من 50 موظف يجتمعون في مكالمة تيمز مثلا أو اجتماع في تيمز، فهذه الطرق الرقمية اللي يقصدونها. هنا بعد قال issues are presented، واللي هو ممكن تصير مشاكل أثناء الاجتماع، مثلا أنه يعلق الموقع اللي هم مجتمعين فيه او اللي هو ينقطع النت عليها وما الى ذلك. هنا بعد قال ان اثناء الاجتماع response typed، او اللي هو يتم تسجيل الردود اللي قاعدة تنكتب في هذه الاجتماع. هنا بعد قال projection screen display، واللي هي تكون مثلا اشبه ما تكون محاضرة اونلاين، فيكون في presentation قاعد يشتغل قدامنا على الشاشة واحنا نتابع عليه. هنا بعد قال ان فيها الانونيميتي، او اللي هي ان مثلا ممكن يدخل الشخص باسم وهمي فما حد يقدر يعرفه من. هنا بعد قال الهونستي والسبيد، بعد هنا اخر شيء قال ان 55% faster than traditional، واللي هو تعتبر هذه الطريقة اسرع من الطرق التقليدية غير عن لما بسوي اجتماع في الحياة الواقعية. هنا بعد قال faster typist gets there first، واللي هو ان مثلا لو افترضنا اني انا
بفتح الشات اللي موجود أثناء مكالمة الميتينج وبقول لهم اكتبوا الأفكار اللي عندكم. فغالبا الأفكار اللي بتوصلني في البداية هم من الأشخاص اللي يكونون أسرع في الكتابة، وهي اللي غالبا بتسلط الضوء عليها أثناء الاجتماع. هنا بعد قال no face to face interchange، واللي هو إن إحنا ما راح نتقابل face to face، وراح يكون اعتمادنا الكلي كله على اللي هو الميتينج الافتراضي اللي إحنا مسوينه. هنا عندنا في السلايد اللي بعدها توضح لنا شيء اسمه الريسك، واللي هو علاقته بالمانجرز أو قديش المانجر يتخذ ريسك في قراراته. فهنا عندنا نوعين، النوع الأول اللي هو الريسك افيرجن، واللي هم المانجرز اللي دائما يحاولون يظلون في السيف سايد، وتكون القرارات حقتهم غالبا قرارات موضوعية أو قرارات عادية ما فيها أي اتخاذ للريسك أو اللي هو مخاطرة في الوضع الحالي للشركة. فهنا قال choose option that entail fewer risk and less uncertainty. هنا النوع الثاني من المانجرز واللي هو الريسك تيكرز، أو المانجرز اللي يحاول دائما أنه يتخذ قرارات قد تكون قرارات خلنا نقول عنها شاطحة بالمعنى العامي، لكن الربح اللي بيجي منها أعلى من الريسك اللي هو بيتخذه. فهم يمشون على مبدأ risk it for the biscuit. هنا بعد قال accept greater potential for lose، واللي هو انه يتقبل بشكل عام ان نتيجة للريسك اللي هو اتخذه فان في احتمالية انه ممكن يخسر فيها. برضو هنا قال tolerate greater uncertainty، واللي هو انه يتحمل القرارات اللي تكون غريبة نوعا ما. برضو هنا قال more likely to make risky decisions. هنا قال في الأخير إن غالبا successful managers أو المانجرز الناجحين غالبا ما لازم يأخذون اللي هو الريسك أو يطلعون من منطقة الأمان أو السيف زون مالتهم. هنا بعد نجي للكوجنيتيف ستايل، واللي هو نوع من المانجرز يعتمد على البريفرنسز حقت الموظفين اللي معاه، او اللي هو ايش راي الموظفين وايش الخيارات اللي هم يرتاحون لها اكثر، فبالتالي يتخذ الالتيرناتيف او البديل او الخطه اللي بيمشي عليها. هنا بعد قال عندنا الجنكين ثيوري offers a way for understanding and appreciating differences among individuals، واللي هذه الطريقة تعطينا فرصة أكثر إن إحنا نفهم الموظفين أو الناس اللي إحنا قاعدين نسألهم ونفهم differences اللي موجودة بينهم. هنا اللي بعدها واللي هي Z Problem Solving Model، واللي هو موديل يعتمد على حل المشكلة أو اللي هو الimplementation الفعلي علشان أنا قاعدة أحل مشكلة معينة. فهنا قال إنه يتكون من عدة أطوار. الطور الأول look at the facts and details، واللي هو أحاول إني أطلع تفاصيل عن المشكلة. الخطوة اللي بعدها واللي هي what alternatives do the facts suggest، واللي هو إيش البدائل اللي متوفرة عندي. ثالث شيء أحاول إني أسوي analyzing لل objectives، أو اللي هو أحاول إني أحط objective بناء على alternatives اللي موجودة عندي. وآخر شيء أحاول إني أطلع الإمباكت، أو اللي هو مدى تأثير هذه الخطة البديلة على الناس اللي حوالي. هنا بعد ذكر لي بعض الأفكار اللي ممكن تساعدني في إني أشجع الموظفين علشان يطلعون لي creative decisions، أو اللي هو يحاولون يطلعون لي بحلول المشكلة اللي إحنا فيها. فهي عدة خطوات أو اللي هي عدة أفكار. منها الفكرة الأولى reward creativity، واللي هو إني أحاول أكافئ الأفكار اللي تعتبر creative أو إبداعية. برضو هنا قال allow employees to fail، واللي هو إني أنا أسمح للموظفين إنهم قد يكونون معرضين للفشل، لكنهم في حال كانوا فاشلين أو اللي هو تعرضت خطتهم للفشل فمو معناته أني أنا راح أعطيهم بانشمنت أو عقوبة. بالنسبة للنقطة الثالثة make work more fun provide creativity training، أو اللي هو أعطي الموظفين دورات وبروغرامز على أنهم كيف يطلعون بأفكار كرياتيف. vary work groups، واللي هو مثلا أحاول أخلي الشغل مثلا أحيانا يكون خارجي خارج الشركة وأحيانا يكون داخلي. برضه هي قال encourage creative stimulate، مثلا أحاول أشغل ميوزك في الاجتماع أو أستخدم الآرت أو غيره.
خلينا نجي للنقطة اللي بعدها واللي هي الparticipative decision making، أو اللي هو أن يتخذ قرار من خلال مجموعة من الأشخاص، وغالبا هذول الأشخاص هم الأشخاص اللي بيصير لهم influencing أو بيتأثرون من الديسيجن اللي هم بيتخذونه للشركة كلها. فهنا قال أن individuals who are affected by decision influence the making of those decisions، يعني الناس اللي راح تتأثر من قرار معين هم الناس نفسهم اللي راح يأثرون على عملية اتخاذ القرار نفسه. وهالتأثير هذا بيكون على حسب عاملين، العامل الأول اللي هو organizational foundations، واللي هي خلنا نقول عنها الorganization أو الأمور التنظيمية اللي متعودين يمشون عليها في الشركة، يعني كمثال عليها اللي هي participative، أو اللي هو قديش الشركة أصلاً تخليهم يشاركون في عملية اتخاذ القرارات هذه، وهل الشركة هذه الorganization هذه تسوي لهم support على هالشيء أو لا. برضو هنا قال team oriented work design، أو اللي هو الديزاين والتصميم الماشين عليه كتيم كشكل كامل، فأكيد هالشي بأثر على القرارات مالتهم. برضو هنا قال النوع الثاني واللي هو individual prerequisites، واللي هي عبارة عن requests أو اللي هي متطلبات فردية يبغيها كل موظف من الموظفين، المتطلبات هذه طبيعي جدا انها تأثر على القرارات اللي هم بيتخذونها. فهنا مثلا capability to become psychologically involved in participative activities، واللي هو قدرة او مدى قدرة الموظفين اللي موجودين عندي على انهم يقدرون يشاركون في الاكتيفيتيز او في اتخاذ القرارات. برضه هنا قال motivation to act autonomously، واللي هو هل الموظفين اللي موجودين عندي عندهم motivation وحماس كافي في انهم يكونون عندهم automatic، او اللي هو انهم يقدرون انهم يتصرفون هم من تلقاء نفسهم ويتخذون قرارات صحيحة ولا لا. هنا بعد قال capacity to see the relevance of participation for one's own well-being، واللي هو اني انا باختصار كموظف موجود في الشركة احاول اني اشارك في اكبر عدد ممكن من القرارات علشان أضمن أن القرار اللي بتم اتخاذه يساعد في الwellbeing حقي أنا كشخص موجود في الشركة هذه. هنا بعد عندنا مصطلح واللي هو rule of synergy، أو اللي خلنا نقول عنها معنى ثاني اللي هو التعاون، فهي عبارة عن positive force أو قوة إيجابية تكون موجودة في جروب معين، وهذه القوة تحفزهم على أنهم يطلعون بنيو solution حق البروبلمز اللي هم قاعدين يمرون فيها، برضو تساعدهم في أنها تسوي لهم influence أو اللي هو تأثر عليهم من ناحية القرار نفسه، فالقرار هذا يؤدي إلى أنه يسوي encouragement أو اللي هو يدعمهم كجروب كامل. هنا بعد قال في النقطة اللي بعدها social decision، واللي هي عبارة عن final group decision والروز اللي مستخدمة علشان يوصلون لهذه القرار. هنا نجي لإيجابيات لجروب decision making، واللي هي أولها more knowledge through pooling of group resource، واللي هو أني أنا راح ممكن توصل لي معلومات أو توصل لي details أنا ما كنت أعرف فيها من الأشخاص اللي يشتغلون في الorganization. برضه هنا قال increase acceptance commitment due to voice and decisions، واللي هو ان القرار نفسه لما يكون تم اتخاذه بناء على رأي جميع الموظفين فطبيعي جدا انهم يتقبلونه اكثر من لما يكون القرار جاي مني انا لحالي. برضه هنا قال greater understanding to involvement in decision stages، واللي هو ان الموظفين يكونون فاهمين احنا ليش اضطرينا ان احنا ناخذ هالقرار هذا، لانهم اوريدي كانوا موجودين اثناء عملية اتخاذه. برضو هنا بالنسبة للdisadvantages او السلبيات، اول سلبية اللي هي pressure in groups to comfort، واللي هو ان to conform، واللي هو ان هالشيء ممكن يسبب ضغط على الجروب نفسه. برضو هنا قال يمكن يصير في domination by one forceful member، واللي هو انه ممكن يكون بعض الاشخاص في الجروب نفسه يسوون domination او اللي هو يتسلطون على القرارات، وقد يتخذون قرارات متحيزة بناء على اللي هو مصلحتهم الشخصية. برضو هنا قال amount of time required because a group is slower than individual to make decision، واللي هو ان انا على ما اجمع الجروب واسوي لهم meeting واخذ ارائهم كلهم فهالشيء اكيد راح يسبب لي time consuming او راح يضيع الوقت.
وبالأخير لما أخلص وأتخذ قرارات معينة فضروري أني أسوي اللي هي الأثيك تشيك، أو أتأكد أن القرار هذا يعتبر قرار أخلاقي، واللي هو من خلال أني أحاول أجاوب على هذول الأسئلة: هل القرار اللي أنا اتخذته ليجل أو اللي هو قانوني، ما يخالف القوانين واللوز اللي أنا موجودة، أو اللي هو البوليسيز اللي موجودة في المكان اللي أنا فيه. برضه هنا قال is it balanced، هل يعتبر قرار متوازن ويعتبر إنه زين للorganization اللي أنا فيها ولا لا. فهنا قال is it fair to all، هل يعتبر قرار عادل لجميع الموظفين اللي موجودين عندي. هنا بعد قال does it promote win-win، واللي هو هل يحقق نسبة نجاح معينة أو نسبة نجاح عالية. فمثلا لو كانت نسبة الخسارة أكثر من نسبة الربح فما يعتبر قرار بالانس أو متوازن. برضو هنا قال how will it make me feel about myself، يعني هل القرار هذا بعد ما أنا اتخذته كيف راح أحس نفسي من بعد ما أنا اتخذته، أو اللي هو باختصار هل بيجيني تأنيب ضمير من بعد هذا القرار.